مرحبا، اليوم حنبلش الدرس الثاني من كورس البورتري. تقسيمات الصعبة لوجه الإنسان تأخذ بالعادة شكل بسيط، بيضة مع خطوط توضيحية. كثير من الرسامين ببلشوا المشهد الأمامي برسم بيضة فعليا، ورسم خط مركزي بيساعد على تحديد عناصر الوجه بسهولة أكبر. حنستعمل اليوم بس اتش بي لأنه نحن ما حنظلل، حنرسم بس خطوط أساسية. تكرار الخط لأكثر من مرة بخط فاهي حتى نختار بالأخير الشكل اللي بدنا اياه، هو مو خطأ أبدا. الخط المركزي اللي بيكون عمودي وبيقسم الوجه لقسمين متناظرين، الأذان هلا، خط الأنف بيكون تحت النصب شوي، والتم وخط التم تحته شوي، العين فوق قبل ما تخلص الأذن. الخطوط لازم تكون فاتحة لأنه نحن حنمحيها بالأخير لما نتعلم كيف نرسم كمات العناصر. هيك بيكون خلص الفرونت فيس كأساس. أما الوجه الجانبي كمان ممكن نتخيل بيضة نفس البيضة تبعت الفرونت فيس، بس عندها بيضة ثانية مقلوبة بالعرض ولفوق. الأذن هلا بالنسبة للخط المركزي العمودي اللي رسمناه بالأول هو ما عاد يبين لأنه هو صار هون، والأنف هون. خط الأنف، خط الفم، خط العين. نكون هيك خلصنا الوجه الجانبي. كمان مرة تانية الخطوط هاي فاهية لأنه هي بس عم ترسم لنا أساس العناصر الوجه الكمالي. هلا الوجه الأخير اللي حندرسه اليوم هو وجه الثلاث أرباع، اللي هو دوران الوجه حتى منتصف الطريق بين الوجه الأمامي والوجه الجانبي. كمان مؤلف من بيضة مثل الفرونت فيس بتبلش، بس بعدين بتكمل بيضة تانية ما بتبين قد ما بينت هاي، بتبين بدرجة أقل. إذن الخط المركزي صار مبين أكثر من السايد فيس وأقل من الفرونت فيس. إذن هون المفروض الفم والأنف والعين، بنلاحظ دورانه مع دوران دوران الخطوط الأفقية مع دوران الجمجمة حتى العمودي. طب هلا نحن بنكون هيك رسمنا الوجه بالوجه الأمامي والجانبي وثلاث أرباع بس عند الأنثى. هلا هو ممكن يختلف هدول التفاصيل من عند إنسان لإنسان، بس الذكر بيكون عنده عند الحنك في حدودية أكثر،
هلا حتى نعملها عند الذكر بنعيد الخطوات نفسها للوجه الأمامي والجانبي وثلاث أرباع بس مع تغييرات بسيطة، وهي كمان مثل ما قلنا بتغير من عند إنسان لإنسان. وكمان بنحط الخط المركزي العمودي وخطوط الوجه، العين، الأنف والفم. هون ببلش الاختلاف يلي هو الحدودية عند الحنك والدقن. كمان الوجه الجانبي بيبدأ مثل الوجه الجانبي عند الأنثى ببيضة، بعدين وحدة تانية بالعرض ولفوق. هون الحدودية عند الحنك والدقن مرة تانية. في اختلاف هو كمان انه الرقبة بتكون اعرض. كمان مثل ما قلنا الخط المركزي العمودي ما عاد ببين، هلا الوجه الأخير ثلاث أرباع كمان نفس الشيء، بس هون الحدودية غير أقصر. الخط المركزي العمودي رد بيان كمان، هيك بنكون خلصنا درس الثاني. الوظيفة تبعتنا حتكون انه رد نعيد الوجوه الستة عند الأنثى وعند الذكر، ومع العلم انه اللي عم يشتغل الوظيفة في له مفاجأة بالأخير. شكراً.